السلام عليكم، وياكم المهندس علي جاسم بحلقة جديدة من برنامج مالتيك. اليوم راح نقدم لكم منتجنا الجديد الاي بي فون الذي يعمل عن طريق الواي فاي، ونقدم لكم مميزاته. تابعونا. مبدئيا احنا متفقين على ضرورة تقليل التسليك بمشاريعنا، وهالشي راح يقلل لنا من الكلف من ناحية المواد والعمل. لذلك صارت الضرورة لاستخدام الهواتف اللاسلكية، ومنها منتجنا الجديد بالاي بي فون والذي يعمل عن طريق الواي فاي. تكون الشاشة بقياس 2.3 انش، إضافة إلى خاصية الكاشف والسبيكر في الجهاز. أما من الخلف، يتكون الجهاز من بورتات الإيثرنت والتي تدعم خاصية PoE لتشغيل الجهاز مع بورت الباور بالخمسة فولت، وبورتين لسماعة الرأس وسماعة الهاتف. طريقة ربط الهاتف على الراوتر كلش بسيطة، ونقدر نسويها بسهولة. نذهب إلى المنيو، بعدها نختار الواي فاي، وندخل ونختار الشبكة الخاصة بينا، وننطيه رمز الباسورد. مثلا هالشبكة نعطينا الباسورد، بعدها ننطي كونكت. هنا الجهاز راح يربط مع الراوتر، نقدر نتصل من خلاله. من مميزات الجهاز انه نقدر نستخدمه عن طريق الراوتر فقط بدون استخدام بدالة، ويكون الاتصال بيناتنا عن طريق الاي بي مثل ما راح نبين عن طريق هذا الاتصال. ويعتمد عدد الهواتف المربوطة من خلال هذه الخاصية على سعة الاكسس بوينت المربوطة أو سعة البدالة الرئيسية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. تابعونا بحلقات قادمة.